أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شبهات حول القرآن. قالوا: الكتاب الذي ينزله الله عز وجل كتاب يصدق بعضه بعضا، فكلام الله لا يتناقض، لا يمكن أن نجد في كتاب ينسب إلى الله عز وجل معلومتين متناقضتين، وهذا الكلام صحيح ونوافق عليه 100%. قالوا: القرآن فيه تناقضات، فإذا أثبتنا هذه التناقضات ثبت بأن هذا القرآن ليس من عند الله. وأنا أقول: نعم، إذا أثبتتم تناقضا واحدا في القرآن الكريم فإنه حين ذاك بإمكانكم أن تقولوا بأن القرآن ليس من كلام الله. تعالوا نتأمل بعض هذه التناقضات التي ذكروها، ونحن نقول وبكل قوة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كحال كتب الآخرين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقضات لا تعد ولا تحصى. قالوا: القرآن حين يتحدث عن التوراة يذكر بأن البشر حرفوا كلام الله، فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قالوا: هذه الآية صريحة في أن البشر حرفوا في كلام الله عز وجل وزادوا فيه ما ليس فيه، هذه قضية أولى. قالوا: وهذا يناقض ما جاء في آيات أخرى في كلام الله، يقول القرآن: لا تبديل لكلمات الله، ويقول: لا مبدل لكلمات الله، ويقول: لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولاحظوا أنهم من عادتهم أن يبتروا النصوص فلا يذكروا منها إلا ما يناسب رأيهم، أما أول الآية وما يتبقى منها فهذا لا يهم في شيء لأنه سيظهر باطلهم. أقول أيها المؤمنون، بالفعل القرآن يقول عن كتبهم بأنها محرفة، ويقول في موضع آخر عن كلام الله وعن كلمات الله بأنها لا تبدل، فما هو المراد؟ ماذا يريد القرآن بقوله لا مبدل لكلمات الله؟ دعونا نعود إلى النصوص لنرى ما هو معناها. حين يتحدث الله عن كلماته التي لا تبدل فإنه إنما يقصد أحد أمرين: الأمر الأول قضاء الله وموعوده، سنن الله عز وجل، فهذه لا تبدل. الأمر الثاني هو القرآن الكريم. دعونا نقرأ الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ما هو المقصود؟ أن الله عز وجل ابتلى الأنبياء ثم نصرهم ولا مبدل لكلمات الله، فالحديث عن موعود الله عز وجل الذي لا يتخلف، وليس المقصود فيه لا توراة ولا إنجيل ولا قرآنا في هذه الآية. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أيضا يعد الله المؤمنين بالجنة في كلماته، وهذه الكلمات لا تتبدل. يقول ربي تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله، أي وعد الله للمؤمنين بأن يجعلهم من أهل البشرى ومن أهل السعادة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن كلمات الله التي لا تتبدل هي القرآن العظيم، هو الكتاب الذي أخبر الله عز وجل عنه فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هناك آية بعض العلماء فسرها على أنها على المعنى الأول المقصود فيها نواميس الله وقدر الله،
وهناك من فسرها على أنها بالقرآن، وهناك من جمع بين الرأيين فقال هي تتحدث عن نواميس الله التي حدث عنها القرآن، وهي قول الله عز وجل: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، القرآن، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون أن هذا القرآن منزل من عند الله، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلمة؟ التي أنزلها الله على محمد، على معنى من يقول بأن المقصود هو القرآن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا تبين أن الآيات لم تكن تتحدث عن كل كلمات الله، إنما كانت تتحدث إما عن القرآن، وإما أنها تتحدث عن نواميس الله، عن موعود الله، عن قضاء الله الذي لا يتبدل ولا يحول ولا يزول. إذا استقر هذا المعنى في صدورنا بأن القرآن لا يستطيع أحد أن يبدله لأنه محفوظ بحفظ الله، فإننا نذكر شبهة يثيرها البعض وتولى القرآن الرد عليها، وهي شبهة الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهي شبهة سنفسد لها حديثا بإذن الله. فقالوا: أنتم تقولون بأن القرآن لا يتبدل، والله يقول في القرآن: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. أقول: يا هداكم الله، إذا كان البشر لا يقدرون على تبديل كلام الله ولا يملكون فعل شيء بخلاله، فإن الله عز وجل له الحق كل الحق أن يبدل ما يشاء. فهو يقول: أنا أبدل كلامي، أنا أنسخ من كلامي وآتي بكلام جديد ينسخ الحكم الأول حرصا على مصالحكم أيها البشر، ليس لأني لا أعلم، لا لا أبدا. يقول ربي تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر، كيف الله ينسخ كلامه بكلام جديد؟ بل أكثرهم لا يعلمون. هذا جواب القرآن: أنتم لا تعرفون ما يليق بالله وما لا يليق بالله. الله عز وجل حينما ينسخ آية بآية ليس لعلم طرأ عليه تبارك وتعالى، إنما هو حرص العليم على مصالحكم، وهو يربيكم ويهذبكم ويأخذ بأنفسكم مرة بعد مرة. مثل له البعض فقالوا: لو أن مريضا جاء إلى طبيب، فالطبيب يصف له دواء، يقول: هذا الدواء تأخذه لمدة أسبوع ثم تأتيني بعد أسبوع، فيأتيه بعد أسبوع ليغير له الدواء إلى دواء آخر، هل الطبيب كان يعرف من قبل أنه سيغير حكمه بحكم آخر، سيغير الدواء بدواء آخر؟ أقول: نعم، لكن لحذقه لم يخبر مريضه في الأسبوع الأول، إنما أخبره بعد أسبوع حين وصل إلى درجة من المعافاة فأعطاه دواء آخر. هذا البشر يعهدونه في حياتهم اليومية، فمن باب أولى أن نصدق بأن الله عز وجل الذي وسع علمه كل شيء، حين يريد أن يربينا، حين يريد أن يغير عادة سيئة فينا كشرب الخمر أو فعل الموبقات، فإن الله عز وجل يتدرج في أحكامه حتى يسهل علينا ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تأدب بأدب القرآن وعرف قدر القرآن. لقاؤنا يتجدد بعد فاصل قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد. قالوا: تناقض القرآن وهو يتحدث عن مدة يوم القيامة، فمرة يقول بأن مقداره 50,000 سنة، ومرة يقول بأن مقداره 1,000 سنة، ومعلوم عند العقلاء أن 1,000 لا تساوي 50,000، فقالوا: القرآن متناقض. أقول: عندما تحدث عن قضيتين مختلفتين فإن أحدا لا يقدر على القول بأن هناك تناقضا. مثلا نقول: عمر عبد الله 20 سنة، عمر حسين 60 سنة، هل هذا تناقض؟ لا، هذا عمره 20 وهذا عمره 60، نحن لا نتحدث عن قضية واحدة. لكن حين نقول: عمر عبد الله الآن 20 سنة، ثم يأتي في مكان آخر يقول: عمر عبد الله الآن 50 سنة، هنا يكون التناقض كما سنبينه بعد قليل.
الآن نعود إلى الآيات. عن ماذا تتحدث الآيات؟ الآيات تتحدث عن موضوعين منفصلين. أما 50,000 سنة فهي مقدار يوم القيامة، مقدار 50,000 سنة. أما 1,000 سنة فهو مقدار تنزل الأمر من الله تبارك وتعالى ثم عروجه إليه. 50,000 سنة يوم القيامة، 1,000 سنة مقدار الوقت الذي يأخذه الأمر الإلهي من السماء إلى الأرض كما تحمله الملائكة ثم صعودهم إلى الله عز وجل. والآيات هي التي ستوضح لنا هذا. يقول الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. 1,000 سنة ليست عن يوم القيامة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السماء والأرض. طيب كم بين السماء والأرض؟ وإن بين السماء والأرض لمسيرة 500 سنة. بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. والآية تقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إذن في 500 سنة، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فعندنا 500 سنة للنزول الأمر و500 سنة لعروج الأمر. ومثله قول الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فهذه 500 والعروج 500 سنة. أما 50,000 سنة فجاءت في الحديث عن يوم القيامة وهو أمر مختلف تماما. يقول الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، إلى آخر الآيات. فالآيات تتحدث عن يوم مقداره 50,000 سنة، فهذا نص في يوم القيامة ولا علاقة له بالأمر الإلهي تنزلا وصعودا. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يتحدث عن العذاب في يوم القيامة، كم مقداره؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث يرويه الإمام مسلم. إذن تبين بأن القضيتين مختلفتين، فلما اختلفت القضيتان كان من الطبيعي أن يختلف مقدار الزمن الذي تتحدث عنه هذه وهذه. لكن أريد أن أهمس في آذان هؤلاء فأقول: حينما تحدثوا عن اليوم، ما المقصود باليوم؟ اليوم على الأرض 24 ساعة، لكن اليوم على الشمس يختلف. اليوم يعني دوران الكوكب حول نفسه في يوم، في مرة واحدة. هذا الدوران على الأرض يستغرق 24 ساعة، لكن لربما على القمر يستغرق 50 ساعة، لربما على بعض الكواكب التي تدور ببطء يحتاج إلى 10 سنوات. فاليوم على المشتري يختلف عن اليوم على الأرض، يختلف عن اليوم على القمر. فهنا يقول القرآن 50,000 سنة، من الذي أدراكم أنها سنين أرضية؟ ومن الذي أدراكم أنها سنين قمرية أو شمسية أو مريخية؟ لذلك هذه القضية قضية نسبية، قضية اليوم. فلو كان الحديث عن مسألة واحدة لصح الاختلاف، لأن يوم الأرض قد يعدل 10 أيام على القمر، وقد يعدل 20 على المريخ بحسب سرعة دوران كل كوكب حول نفسه. لكن ما دمنا نتحدث عن قضية الاختلاف في الأرقام، فإننا نقول لهؤلاء قبل أن تتحدثوا عن القرآن العظيم فترموه بمثل هذا التناقض الذي زعمتموه وألفتموه حسب مفاهيمكم الخاطئة: ألا تنظرون في كتبكم فإن فيها تناقضات بسيطة تتضح لكل إنسان من غير ما أي ما تعرف. نسألكم عن الملك أخزية. الملك أخزية أحد ملوك بني إسرائيل، حكموا، والتوراة تتحدث عنه كثيرا.
سؤال بسيط، كم كان عمر الملك أخزية حين صار ملكا على بني إسرائيل؟ كم كان عمره؟ هذه معضلة لا يستطيع أحد حلها. نقرأ ماذا تقول التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى في هذه المسألة. يقول سفر الملوك الثاني في الإصحاح 8:26: كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة، استمر في الملك سنة واحدة. لكن السؤال، كم كان عمره لما صار ملك؟ كان عمره 22 سنة. كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. سجلناها هذه. ننتقل إلى سفر الأيام الثاني في الإصحاح 22:2 في نفس الكتاب المقدس الذي يؤمن به كل اليهود وكل النصارى. يقول: كان أخزية ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. ملك سنة واحدة موجودة هنا وموجودة هنا، موجودة في سفر الملوك وموجودة في سفر الأيام. لكن كم كان عمره حين تولى الملك؟ سفر الأيام يقول 42 سنة، سفر الملوك يقول 22 سنة. كيف بإمكانكم أن تجمعوا لنا هذا؟ في نسخة اسمها الترجمة العربية المشتركة، وهي من إنتاج علماء كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، شالت من سفر الأيام الثاني كلمة 42 وجعلتها 20، بقي التناقض، هو كان عمره 22 ولا 20؟ الأب القس الدكتور منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس في صفحة 166 يعترف بأن هذا النص فيه غلط، ويقول: سفر الأيام، ما جاء في سفر الأيام غلطة ناسخ، وغلطة الناسخ هذه لا تؤثر في عقيدة يهودية ولا مسيحية. يعترف بالخطأ، والخطأ ما زال موجودا في كل نسخ الدنيا، في كل نسخ الدنيا ما زال موجودا، والقس يعترف بأنه غلط. أقول لهم قبل أن تتحدثوا عن القرآن العظيم، انظروا ما في كتبكم من العواري فأصلحوه، ثم بعد ذلك تحدثوا عن كتب الآخرين، ونحن نطالبكم بالقاعدة القرآنية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنا نظرنا في القرآن فما وجدنا فيه غلطة ناسخ وما وجدنا فيه اختلافا أبدا. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بهدي القرآن العظيم، وأن يجعلنا من المستمسكين به. لا حرمني الله من دعوات الصالحين منكم، لقاؤنا يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.